الراديو 90-90 هواها مصر. على شرف المعلم في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. على شرف المعلم وعلى شرف المعلمين، شرفنا كده للمرة الثانية، وأكيد إن شاء الله هتبقى مش يعني دائمة بإذن الله. دكتور محمد حسين أستاذ الإدارة بجامعة لندن، منورنا دكتورها. مساء الفل يا أحمد باشا. مساء العسل. إيه الأخبار؟ حلو. مساء الفل عليك وعلى كل المعلمين. إحنا كنا لسه بنحلل الأغاني دلوقتي. أنا في حاجة لفتت نظري، أنت عامل الحكاية دي إزاي؟ صح جدا، ده سر المهنة. ده أنا قعدت أختار معاك وطلع الكلام صح. طلع كام في المية؟ لا طلع كويس. طب بعد كده في كورس نشغل أغاني للناس ولا 13 إيه؟ من 2003 ل 2007 14 سنة راديو. مش عارف اللي بيسمعوا دماغهم ايه. خلاص ده تربيه ايديا والمصحف. ايه الاخبار؟ انا زي الفل، انا بومب الحمد لله. اخباركم ايه؟ احنا زي البومب. طول ما انت زي البومب احنا زي البومب. الحمد لله. النهارده عندنا قصه عايزين نبدا بيها يومنا، هي قصه واحده من البنات اللي قدرت توقف الدنيا عند حدها، قدرت ما تخليش مشاكل الدنيا تغيرها ولا قدرت تستسلم للظروف. شوف كلنا بتواجهنا ظروف حلوه وظروف وحشه طبعا، بس الفكره كلها ان الشخص اللي بينجح هو الشخص اللي بيعمل حاجه مختلفه، هو الشخص اللي بيخرج من المشاكل، بيخرج من التحديات بشكل مختلف. تعال نسمع بقى قصه البنت اللي بعتتها لي. طب احنا هنسال السؤال اللي حضرتك هتساله للمعلمين على عشان يبداوا يدردشوا معانا ويسمعوا الحمد. حلو. ايه حدوته نظامها ايه عشان اجهز لها مزيكا؟ يعني جهز بؤس في اولها بؤس وفي اخرها مبهره. ده انت عايز تشقلب. يعني عايزك تعمل اتنين في واحد. طب اولها بائسه يعني. بائسه جحيم. نجيب لك ايه مزيكه ايه؟ دول الشارد بقى ولا يعني؟ خش لي كده في الغويط. اتصرف. خش في الغويط. طب قول لنا السؤال والمعلمين يبداوا يجاوبوا. السؤال يا معلمين، ايه الحاجه اللي انت بداتها في حياتك فحسيت انها فرقت، او ايه الحاجه اللي انت بطلتها في حياتك فحسيت ان انت فرقت؟ فرقت يعني بقيت مبسوط اكتر، فرقت يعني بقيت انجح، فرقت يعني بقت حياتك ماشيه زي ما انت عايز. تعال نفكر مع بعض. كمان مره. طيب. ايه الحاجه اللي انت بداتها في حياتك او وقفتها في حياتك فخلت حياتك تبقى احسن؟ طب ادينا امثله الله يكرمك. واحد مثلا بدا يعرف ناس معينه في مجتمع معين، واحد بطل عاده معينه بيعملها، واحد الزم نفسه بحاجه انه بدا يتبسط، ما كانش بيحط في دماغه كده الانبساط، بدا يذاكر، بدا يراسل ناس. ايه الحاجه اللي انت بداتها او بطلتها خلت حياتك احسن؟ احسن يعني مبسوط اكتر، احسن يعني ماشي حياتك زي ما انت عايز. طيب نجهز ندخل بالمزازيك. نخش بالمزازيك. اتفضل يا باشا. قصتنا النهارده بطلة عندها 25 سنة، وهي مش بس بطلة القصة، هي فعلا بطلة تستحق لقب بطلة. هي بتقول أنا عندي 25 سنة، باختصار أنا تربيت في بيت كله توتر، بين أب وأم مش مركزين في أي حاجة غير خناقاتهم مع بعض، بكل أشكال الإهانة وعدم التقدير، بسبب كل سلوكيات أبويا الوحشة وردود أفعال أمي الأوحش، ولا كان في أي مراعاة لوجود أطفال اللي هو أنا وإخواتي الأصغر. وانشغال أهلي في المشاكل دي خلاهم ما يفكروش في مستقبلي ولا في تعليمي ولا في صحتي النفسية. حتى أن المشاكل دي مش بس أثرت في مذاكرتي، لا كمان أثرت فيها صحيا. جالي اكتئاب وأنا في المدرسة لمدة 4 سنين، باخد دواء اكتئاب يوميا وأنا طفلة في المدرسة وبنام على مهدئات. وفي الثانوية العامة في السنة الأولى جبت مجموع قليل، وكنت حاسة أن حياتي خلاص بتضيع، وأن اللي زيي عمرها ما هتلاقي حاجة عليها القيمة تعملها في حياتها، وان اللي زي خلاص حياتها كلها راحت. بس صرت سهرة واحدة بس، سهرة مع نفسي، وقعدت اسألها واكلمها كتير، اسألها طب وبعدين وايه الحل ولحد امتى هفضل كده؟ هو انا مستاهلش اعيش كويس؟ هو انا لازم اهلي يبقوا كويسين وكويسين معايا عشان اقدر اعيش كويس؟ هو انا مش ممكن ابدا اطلع من الحفرة اللي انا وقعت فيها دي؟ واليوم ده قررت، وده كان اهم قرار في حياتي، قررت اني ابقى واحده تانية واتولد من جديد، واليوم ده لغايه دلوقتي بحتفل بيه اكتر من عيد ميلادي، يوم 11/11. قررت ابقى انسانه مختلفه، قررت ان انا اشتغل على نفسي بكل الطرق. انا مش هستسلم تاني للدنيا، مش هستسلم تاني لحبوب اخدها عشان اعرف انام، او حبوب اخدها عشان اعرف اذاكر. انا هبقى واحده مختلفه. اشتغلت على نفسي في ثالثه ثانوي، جبت مجموع احسن كتير، دخلت الكليه اللي كنت بتمناها، ولما دخلت الجامعة واجهتني مشكلة تانية، ثقتي بنفسي. لقيت نفسي مهزوزة، كل الولاد عندهم أهالي كويسين، كل الولاد عندهم ناس بيحبوهم وبيخافوا عليهم، وأنا أهلي لسه برضو مش مركزين، وأنا أهلي ولا كأني بكبر.
لقيت نفسي متخبطة وتايهة، ويدوب كنت بذاكر بس عشان أنجح، وبحاول أشتغل علشان أقدر أفصل وأبعد أكتر وقت ممكن عن البيت ومشاكله. معرفتش أطور نفسي ولا أخد كورسات تأهلني لسوق العمل، بس خدت خبرات في أنشطة الجامعة، تمثيل، غنى، تنظيم ندوات، مشروع تخرجي عملته كويس قوي، والأنشطة دي كانت سبب أولا في نمو مهاراتي الاجتماعية. طبعا بعد ما اتخرجت كنت متضايقة جدا لأني مش بتكلم إنجليزي بشكل سلس عشان أشتغل في مكان مرتبه كويس، بس الفرصة جات لي وبدون أي مقدمات إني أشتغل مدرسة إنجليزي. لقيت نفسي قدام تحدي كبير، إزاي لازم أطور من نفسي. كنت تقريبا ما بنامش، ورغم أن مرتبي كان أقل من 900 جنيه، إلا أني اشتريت لابتوب واشتريت برينتر بالتقسيط، وقعدت أشتغل على نفسي. وبعد 3 شهور رؤسائي أشادوا بيا وقالوا لي أنت كأنك بتشتغلي بقالك 10 سنين. وبعد كده اتكتب كتابي لمدة شهر، والشخص اللي ارتبطت بيه اشترط علي أن أسيب كل النجاح اللي بدأت أعمله في حياتي وأسيب شغلي وأتفرغ أن أنا أبقى ست بيت. ووافقت وقلت خلاص لعلها تكون بداية جديدة. وبعد شهر ونص بس من كتب كتابنا اتطلقت، ولقيت نفسي مرة تانية بواجه الحياة ومضطرة تاني أبدأ من الصفر. ما استسلمتش، زعلت شوية وتأثرت شوية، لكن ما استسلمتش، وبدأت أقول لنفسي أنا مش هستسلم للدنيا مهما كانت الظروف، أنا خلاص قررت أن أنا أعيش إنسانة كويسة. كنت كل اللي بعمله بلبس لبس الانترفيو وبطبع السي في بتاعي وبلف على رجليا في الشوارع، ما كانش عندي عربية وما كانش كمان عندي فلوس أن أنا أتحرك بتاكسيات، كنت باخد شوارع كاملة وأسيب السي في بتاعي. كان عندي شوية فلوس قليلة رحت أخد بيها دبلومة في التسويق، يمكن يعني أتعلم دبلومة في مركز ده يعني التدريب. وانا هناك من كتر ما القصه معروفه للناس وبيسالوني عملت ايه وبحكي القصه قدام المحاضر، لفت نظر المحاضر فيا اصراري وان انا مصره ابقى انسانه كويسه. طلب مني من غير انترفيو اني اشتغل معاه لانه بيحب الناس اللي عندها اصرار، وعيني مباشره مديره مكتبه. وبقالي 3 سنين بشتغل معاه دلوقتي وترقيت، وهو دلوقتي فتح شركه في انجلترا وليها فرع في دبي وفرع في مصر. انا مديره الشركه دلوقتي في فرع مصر. انا دلوقتي بنجح وعارفه النجاح منين، وعارفة ان النجاح اساسه اصرار وبدايته في القرار، وناوي انجح تاني واكسب تاني، وعلى سنة 30 سنة هبقى في حتة تانية خالص خالص. لو سمحتوا يا جماعة خدوا القرار انكم تبقوا احسن، وما حدش يضحك على نفسه وما يسيبش الدنيا تضحك عليه. انت تقدر. عدنا من جديد بعد القصة الملهمة جدا جدا، واللي هي يعني هقول لحضرتك انا خلطت بانطباع ايه، ان احنا بنتدلع، احنا في ناس بتعاني عننا بكتير، واحنا محتاجين كل شويه حاجه زي كده نسمعها، وخصوصا ان حضرتك قلت ان انت قابلت البنت دي. احكي لنا بقى الكواليس بتاعتك. كواليس كتير جدا، يعني كل ما لها علاقه بالامراض النفسيه المتعلقه بالضغوط هي مرت بيها، كل ما لها علاقه بان هي كانت حاسه ان شكلها مش دي الحياه اللي عايزه تعيشها عاشتها، كل ما احساسها انها بتكبر انها عمر يكون في فايده. بص الفكره كلها المبهر ان هي خدت قرار وقالت انا مش هكمل كده، انا مش هكمل انسانه مريضه ومش هكمل انسانه ضعيفه، مش عايز ابقى كده، ده مش مكاني وهشتغل بكل اللي اقدر عليه. المفاجئ ان ما كانش عندها حاجه، ما كانش عندها فلوس، ما كانش عندها يعني واحده بتاخد مرتب اقل من 900 جنيه بتحوش وبتجيب لابتوب بالقسط وبتجيب برينتر بالقسط وبتلبس لبس الفورمال وتنزل تمشي على رجليها علشان تعدي على الشركات اللي في الشارع عندها وبعد كده في الشارع اللي وراها وبعد كده في الشارع اللي وراها. النجاح اساسه اصرار، انا شفت فيها اصرار غير عادي، رغبة غير عادية تبقى احسن وتبقى كل يوم احسن من اليوم اللي قبله. فكرة انها تبقى 25 سنة ومديرة فرع في شركة انجليزي في مصر، دي في ناس ممكن توصل 45 سنة وما تعرفش توصل لده. ده حقيقة. يعني المبهر مش المهم انت بدأت فين، المهم انت الكيرف بتاعك طالع ازاي، انت مصر تبقى رايح فين. انت ممكن تبدأ من حتة كويسة جدا وممكن تبدأ من حتة رائعة في السماء، لكن الكيرف بتاعك يبقى نازل فيبقى كل يوم بيعدي عليك انت أسوأ، وممكن تبدأ من تحت الأرض بس كل يوم يعدي عليك تبقى أحسن. هما الكلمتين بتوع أنت تقدر، دي الكلمتين دول جواهم سحر بالظبط، بس احنا يعني هما ما بيتعدوش اللسان للأسف، يعني هما خارجين من على اللسان لكن ما بيمروش على حاجات كتير مهمة يعدوا عليها عندنا. شوف هو 3 نقط، أول حاجة الواحد يقرر، تاني حاجة الواحد يفضل مكمل على قراره، تالت حاجة الواحد يبقى فاهم ازاي هيتعامل مع المفاجآت اللي هتجيله بعد قراره. ممكن كلنا نقرر باللسان يبقى كويسين، لكن بعد شوية البنزين بيخلص، بعد شوية بتلاقي الناس حواليك حياتهم اسهل وانت حياتك صعبة، بعد شوية بتلاقي الناس بتنجح بواسطة، بتنجح عشان تعرف مش عارف فلان ولا تعمل ايه، فانت بتحس ان انت لوحدك فتزهق فتقول خلاص بقى انا هكمل كده وخلاص اسهل. الحاجة التالتة انك تفضل فاكر كويس قوي
ايه المشاكل اللي ممكن هتقابلك وتستعد لها. هي كاتبه وهي في قصه اطول من كده، كاتبه بعتالي انا عارفه ان انا هقع تاني وعارفه ان انا هتجيلي مشاكل تاني، لكن خلاص انا عرفت النجاح منين وعرفت الباب بتاع النجاح بيعملوه ازاي، وعرفت دلوقتي اي حد بينجح بينجح ازاي. اي حد بينجح تعب سهر عرق بذل جهد كبير داوم على النجاح لغايه ما وصل للحته اللي هو فيها. اي حد بيسمعنا عايز تعرف انت هتنجح قد ايه، اسال نفسك مستعد تتعب قد ايه. تاني اي حد بيسمعنا وعايز يعرف هو هينجح قد ايه، اسال نفسك مستعد تتعب قد ايه. بتهالي يعني عن خبرتي يعني بالمعلمين لو تقال لهم السؤال ده هيقولك احنا ممكن نكسر الدنيا عشان نوصل للي احنا عاوزين. يبقى هيكسر الدنيا، يبقى هيكسر الدنيا، يبقى هنسمع قريب جدا من المعلمين ناس بتشتغل في احسن حتت في العالم، وناس بتدرس في احسن حتت في العالم، وناس عملت نجاح مبهر. الفكرة ان انت مستعد، عندك بنزين، مستعد تتعب. الدنيا عاملة زي المطلع يا احمد، مطلع يعني هتطلع وهتلاقي تنهج وتقف شويه تاخد نفس، وممكن وانت بتطلع تتكعبل ممكن تتزحلق، لكن الفكره ان انت عارف انها مطلع مش عارف انها بيس وان الدنيا لطيفه. لا في مشاكل وفي تعب وكلنا تعبنا. نعيد السؤال تاني علشان ناخد هقرا لحضرتك اجابات عشوائيه كده من الاجابات. نعيده تاني عشان لو الناس انضمت لنا. ايه الحاجه اللي انت بداتها في حياتك او بطلتها في حياتك خلت حياتك احسن؟ احسن يعني ايه؟ احسن يعني مبسوط اكتر، احسن يعني حياتك ماشيه بالشكل اللي انت عاوزه. ان انا انضم كريم، ان انا انضم للحملات اللي هي يونس بيعملها من التبرع بالدم والحاجات الايجابيه اللي بنعملها في على ارض الواقع. حلو ده كريم. ان انا افسخ خطوبه، ما اعرفش هيبقى ده ينطبق على كلامك يا دكتور ولا لا، ان انا افسخ خطوبه دامت طويلا ولم ياتي من ورائها سوى كلمه مش هينفع اقولها على الهواء للاسف. اوكي، لكن خليني اقول لك طبعا ده ينطبق، لان في علاقات تجيب ورا، في علاقات تحبط، في علاقات تكعبل، في علاقات هدف واحد فيها انه يستحوذ على التاني وعلى مشاعره وعلى افكاره كانه بتاعه، كانه حاجه بتاعته. فالتخلص من العلاقات المتعبه والمجهده دي كويس، واحيانا كمان علاقات مش بس تكون متعبه، تكون ممرضه، تعيي، تجيب مشاكل صحيه. هنزو بتقول الشغل ثم الشغل ثم الشغل، فرق رهيب بين لما بشتغل وبين لما بقعد في البيت. هايل. في كمان مفيش حاجة، حياتي واقفة زي ما هي ومش عارفة اخد قرار في اي حاجة. دي منا. طيب منا، لو مسكتي ورقة وقلم وقررت تكتبي مميزاتك هتكتبي ايه؟ ايه الحاجات اللي عندك؟ ايه الحاجات القوية في شخصيتك اللي ممكن نبني عليها؟ الواحد لو جاب ورقة وقلم، دايما احنا بندور على الحاجات السلبية نمسكها في نفسنا. ومش بس احنا بندور، ده الناس بتشاور لنا عليها، الناس بتقعد تشاور لنا انت وحش في كذا، انت ما بتعرفش تعمل كذا. قليل قوي ان حد يقول لحد انت حلو في الحتة دي. للأسف. عشان كده الواحد لما يلاقي حد يقول له كلمتين دول بياخدوا بالحضن، انت فين من زمان؟ انت فين من زمان؟ محتاجين جدا ان احنا امسكي ورقه وقلم واعرفي انت مميزاتك ايه. لو عرفتي مميزاتك هتعرفي قد ايه انت مقصره في حق نفسك. احمد ابو الدهب بيقول هفضل اتعب لحد ما عناية تبطل حركه. برافو. في كمان ان انا اسمع يونس دي حاجه خلتني اشوف الامل في الدنيا. شكرا، كتر خيرك يا فاطمه. ان انا ابطل، انا بطلت اعرف ناس سلبيه من اول ما بدات اتابع المعلمين يعني، واعرف المعلمين واندمج معاهم. دي حبيبه وبتقول حياتي اتغيرت 180 درجه وبقيت بحقق حاجات كثيره كان نفسي اعملها. حلو. ابعدوا دايما يا شباب عن المحبطين والشكاين. المحبطين والشكاين. لا انا كنت اسال حاجه سؤال تاني. المحبط محبط طبعا، والناجح متفائل، والمتفائل بيدي. لكن فعلا. المحبط يقدر يخلي اللي حواليه يحبط. طبعا التفاؤل معدي والتشاؤم معدي، الايجابيه معديه والسلبيه معديه، بل بالعكس كمان للاسف الشديد ان السلبيه معديه اكتر من الايجابيه، لان السلبيه بتخليك تستسلم، والاستسلام دايما اسهل سهل. من التفاؤل. لانك تفائل يا يونس يعني ايه؟ يعني تقوم تشتغل وتتعب. السلبي اشتري دماغك بقى، خلاص هي الدنيا كده وانت كده وخلاص وخلاص، فتلاقي نفسك اوتوماتيك بتستسلم. طب ابعد عن المحبط والمحبط ازاي اذا كانوا من المقربين؟ يا تبعد عنه مكانيا لو تقدر، تبعد عنه تقعدش معاه كتير، لو تقدر تبعد عنه في الافكار يعني، اتكلم دايما معاه في الحاجات الواسعه، اتكلم في الكوره واتكلم في اللعب واتكلم في الموبايلات واتكلم في العربيات، اتكلم في الحاجات الواسعه دي اللي هي ما فيهاش اراء واختلافات. هايمه شويه بالظبط يعني. هايمه وهايفه كمان. لكن ما تكلموش في المستقبل، عن طموحاتك، عن فكره عايز تعملها. هو اصلا شايف الدنيا بني، فانت هتقنعه ازاي انها وردي؟ مش هيعرف، ما هو مش عارف يشوف حتى. وبعدين رؤيتها، رؤيه الدنيا بالنسبه له ما تفرقش معاك، انت عايز انت تشوف الدنيا كويسه وانت تتحرك لها خلاص. ده اللي يفرق معاك. احمد خالد بيقول انا بطلت احكي اي حاجه لاي حد، وخصوصا بعد ما عرفت هم عاملين ازاي اصلا. في كمان الضغوط اللي بنقابلها فوق، اللي بنقابلها فوق طاقتنا، ايه الحل؟ ده من مارو محمد. عشان يقابلك ضغوط فوق الطبيعي اعمل ثلاث حاجات.
عشان يقابلني ولا عشان يعني سوري عشان لما يقابلك ضغوط كبيره قوي رد اعمل فعل. اعمل ثلاث حاجات عشان تحمي نفسك من الضغوط دي. اول حاجه دور على نظام الدفاع بتاعك. كل واحد فينا عنده نظام دفاع ديفنس زي الكوره كده. نظام الديفنس بتاعك ممكن يكون رياضه بتلعبها بانتظام ده هي هيخليك نفسيا قادر تتعامل. ممكن يكون نظام الديفنس بتاعك ان انت بتسافر بتحب السفر هوايه بتحب ترسم. لازم يا شباب نعمل هوايه واي وان شاء الله باذن الله نبقى نتكلم عن موضوع الهوايه ده لان موضوع الهوايه ده مهم جدا. اكتر حاجه بتفرغ الشحنه واكتر حاجه بتخلي الواحد يحس بان هو مش مجرد اله بتشتغل هي الهوايات. اعمل هوايه. تاني حاجه وخليك محافظ عليها. الحاجه الثالثه المهمه قوي بعد ما انت هتعمل هوايه وبعد ما انت هتشتغل على نفسك علشان تمشي في التراك اللي انت عاوزه احرس ودانك. احرس ودانك. اكتر حاجه بتاثر في المزاج هي اللي بنسمعه. يعني انت ممكن تشوف صوره تتضايق لكن لو سمعت حكايه تضايقك او تبسطك هتتاثر اكتر لان الصوت بيرتبط بالخيال لكن الصوره انا بشوف خلاص. دايما يقولوا الراديو يعني مؤثر اكتر من التلفزيون. دايما يقولوا ارتباط الناس باللي بيسمعوه كمذيع راديو اكتر من ارتباطهم بالمذيع التلفزيوني بكتير. لان الراديو بيشغل الخيال عند الناس ودايما الخيال اوسع من الواقع. فلو انت عايز تبعد عن ان الضغوط دي تاثر فيك شغل كويس قوي الحاجات الديفنس بتاعك. اعمل هوايات. الحاجه الثالثه احرس ودانك. احمد عصام بيقول الجيش دخلته هو ده اللي غيرني للاحسن. كويس. في كمان يا آلاء كل سنه وانت طيبه يا آلاء وعيد ميلاد سعيد يا فندم. طه بقى حسن كاتب حاجه حلوه جدا ومش يعني يكاد يكون ما شفتش حد عامل غير كده. طه كاتب اسم حد في شخصيته هو اللي خلاه يبقى كده اللي خلاه يتغير للاحسن ويبقى افضل. بيقول حلوة. ساره سامح عبد المجيد هي اهم الاسباب اللي عطتني طاقه كبيره جدا. ده عرفان طبعا. عرفان بالجميل. عرفان كبير. المعلمين ويونس هما اللي بعدوني عن الاكتئاب. مريومة. في كمان بالنسبة للمعلمين وموضوع البعد عن الاكتئاب ده كلام صح 100% لان الانسان بيحتاج في لحظات الحيرة وفي لحظات التشتت انه يكون محاط بمجموعة من الناس الايجابية. وانا عايز اشكرك على الحكاية دي لان انت بتعمل حالة بتخلي اي حد متضايق يحس انه مش لوحده. بتخلي اي حد عايز يبقى طموح يحس انه برضه مش لوحده. فده علاج جماعي لينا كلنا. احنا محتاجين نتدفى في بعض بدون فلسفه وفزلكه وبدون حتى ما نقصد ان ده يكون علاج. هو كل واحد بيحس انه مفتقد حاجه فبياخدها من الباقيين اللي حواليه. ده مهم قوي. في بحييك يا دكتور على القصه ملهمه جدا ورائعه جدا. لو عايز اسمعها واسمعها لحد هتكون موجوده على يوتيوب الراديو 90 يعني بالكثير بكره يعني. مروه خالد بتقول الانترنت والفيسبوك واحمد رجب غيروا في حياتي كتير. هل الانترنت هل الفيسبوك والسوشيال ميديا نقدر ناخد منهم اي حاجه ايجابيه ونقول غيرت حياتنا لاحسن؟ طبعا طبعا. بص يعني هو من كتر الواحد من كتر سلبياتهم ما بقاش بيشوف فيهم حاجه. ما هو يا طاقه فانت بتستخدمه ازاي؟ انت بتلايك صفحات ايه؟ انت عندك صحاب مين؟ انت بتشير بعيدا عن اني عملت لايك لبيج. هو قتل الحياه والعمر والوقت ده في حد ذاته مش سلبيه. اي حاجه في الدنيا هتديها اكبر من حجمها تبقى مؤذيه. واي حاجه هتديها اقل من حجمها تبقى مهمل فيها. فالفيسبوك انت محتاج تعرف محتاج تقعد تقريبا قد ايه. طب محتاج تقعد عليه امتى وتستفيد منه؟ انت ممكن تعمل بيزنس من الفيسبوك على فكره. يعني الفيسبوك النهارده بيقدم فرص عمل للناس وهم قاعدين في البيت. انت من موبايلك تعرف تعمل شغل. لو عندك فكره ممكن تبقى انفلونسر واحد من الناس اللي عندها فكره بتعرف تعمل حاجه مختلفه. مجرد ما يقول اي كلمه يجي له عليها فلوس. بالظبط. فالفيسبوك اليوتيوب الحاجات دي خلت حياتنا اسهل اذا استخدمناها كويس. وازاي ممكن نستخدمها كويس؟ ده يعني موضوع كبير جدا جدا. لان مش بس تقدر تعمل فلوس تقدر تتعلم. انا بعرف ناس اتعلمت تعمل كروشيه من اليوتيوب وبقت بتعمل كروشيه بروفيشنال وبتبيع ان شاء الله. يعني بس من فيديوز. اعرف ناس اتعلمت كمبيوتر اتعلمت باوربوينت وتعلمت اكسل وتعلمت وورد كل ده بس من فيديوهات في الباوربوينت فيديوهات في اليوتيوب. فازاي احنا نقدر نستخدم التكنولوجيا بشكل كويس؟ اي معلومه عايز تلاقيها. يعني النهارده الانترنت خلت مفيش حاجه اسمها معرفش. عايز اي حاجه في الدنيا في جوجل تقدر تعرف. صح. اي حاجه في الدنيا يعني. فاحنا بنعيش عصر المعلومه. بصمة الخير معلمين بصمة الخير راحوا 29/7 اليوم من يومين تقريبا مستشفى 57 ولعبوا مع الأطفال وتبرعوا بالدم وعملوا حاجات حلوة جدا. أكيد لازم تبقوا نفسيا أحسن بكتير. طبعا. على فكرة عايز أقول لك الحاجة ماشي أنا بقطعك بس أنا بحاول أعلق على الكومنت. ده طبيعي. لا عيش حياتك. من الحاجات اللي بتحس الإنسان بقيمته إنه يعمل خير
واكتر واحد بيستفيد نفسيا من عمل الخير هو اللي بيعمله صانع. لا بالظبط، لانه بيحس بقيمه نفسه، بيحس باللي احنا بنسميها السيلف فاليو، ان هو مش بس عايش في الحياه ليه لازمه عشان يشتغل او عشان يذاكر، ليه لازم بعرف افيد الناس، بعرف اقدم دعم للناس. عشان كده اي حد بيعمل عمل تطوعي السيلف ايمج اتكلمنا عنها المره اللي فاتت بتتحسن، بيحس انه قوي وقادر يواجه الدنيا وعنده خبرات ممكن يساعد بيها الناس. والعمل الخيري مش مقصود بيه انه يدفع فلوس، انه ينزل ويتعب ويعمل ويشيل ويحط، ده بيديله احساس بالقوه ما بيحسهاش غير هو بيعمل ده. ايه بتقول بدات امسك في اي حاجه هعرف احقق بيها حلمي واشتغل باللي في ايدي، وبطلت اكره نفسي. حلو قوي، ده مهم قوي، عشان زي ما اتفقنا المره اللي فاتت عشان تقدر تطور نفسك انك تقبلها وانك تحبها وانك تشوفها كويسه وتشوفها تستحق الاحسن. مريم الدربي بتقول بقى عندي طاقة إيجابية الحمد لله، ربنا يزيد يا رب ويبارك. محمد صابر، محمد والله الحاجات كتير، التويتس كتير، معلش أنا آسف. بدأت أشتري كتب وروايات ولقيت إن معلوماتي بتزيد وحياتي بتتغير للأحسن. القراءة هايل. دي هايدي هايل. ماذا عن القراءة؟ الناس اللي بتحب تقرأ، مش هنتكلم عن بحب الشقرة، أنت ممكن تكتب أوديو بوكس أو الكتب الصوتية وتنزل ملفات لحد يقرا لك. احنا عندنا مثلا مشكله زحمه في المواصلات، اللي بيروح من مدرسته لبيته، اللي بيروح من الجامعه لبيته بياخد وقت كبير، اللي بيعمل تدريب صيفي، اي حد عنده وقت ما بتحبش تقرا، في دلوقتي على الموبايل بتاعك ابلكيشنز ممكن تنزلها، بتنزل لك كتب عربي وانجليزي، كتاب بتقري مثلا في 4-5 ساعات. فلو انت سمعت نص ساعه فانت ممكن تقرا مثلا كتاب كل اسبوعين، فيبقى انت في الشهر كتابين. عندك فرصه فاصل ونرجع نكمل. يلا بينا. نفس السؤال ولا حضرتك حابب تساله سؤال جديد؟ لا نفس السؤال عشان نعرف. طيب عشان لو حد انضم لنا تاني نعيد السؤال. لو في حد انضم للبرنامج حالا، ايه اللي انت بتعمله بدات تعمله في حياتك او بطلت تعمله في حياتك خلى حياتك احسن؟ احسن يعني خلاها اريح، انجح، اسعد، او ماشي بالشكل اللي انت عاوزه. لسه مكملين كلامنا على شرف المعلم محمد. معلم محمد قول يا باشا. ناخد رسائل المعلمين ونرد عليها. حياتي اتغيرت اول ما بدات اكتب شعر واقرا، خصوصا اشعار ابو القاسم اللي كلها تفاؤل. الله عليك يا اسامه، الله عليك بجد. وبتعلم عود وبعلم نفسي كمان في حته العود دي. حلو قوي اسامه شاعر المعلمين. طب ما يبعت لنا شعر، ما يبعت لنا حاجة، الحقيقة اسقص، ابعت لنا بسرعة، ابعت لنا حاجة. اسلام الاهلاوي، ابعت يا اسلام انا شايف اسمك اهو موجود، طالما حاجة تفاؤل فابعت لنا حاجة تفاؤل بقى. الحلزونة يا اما الحلزونة. كمان في مين من المعلمين، ناس كتير ليها، الناس اللي عملاني منشن كتر الف خيركم والله، بس اعملوا البعض يا جماعه. اهم الحاجه الوحيده اللي بتفرحني حرفيا وبتغير النفسيه في نفس الوقت كفيله بتدمير نفسيه الواحد، ده ايه بقى؟ برشلونه اكيد. كوره بالظبط. طب هي سبحان الله هي حاجة غريبة جدا، يعني لما فريقك اللي بتحبه يفوز ممكن يعمل لك مود كده يومين ثلاثة طاير في السماء، وبعدها بيومين يحصل غلطة تكرهه وتلعنه وتكره حياتك. طب ملاش حل الحاجة دي، احنا نكتر من الحاجات القديمة. لا هقول لك حل مهم، لان اللي بينطبق على الكرة بينطبق على حاجات كتير. خلينا يا جماعة نتفق على حاجة، حب زي ما انت عايز بس ما تتعلقش. في فرق كبير قوي انك تحب حد وانك تتعلق بحد. أوكي. فرق انك تحب الكوره كرياضه وبهوايه وبتحبها وبتتبسط بيها وانك تتعلق. يعني ايه تتعلق؟ يعني تربط سعادتك بحاجه، تربط سعادتك بشخص، ما ينفعش، او حتى تربط سعادتك بفلوس او تربط سعادتك بمنصب. ده موضوع وده موضوع. كان في كتاب حلو قوي اسمه هابي فور نو ريزون، سعيد بلا سبب. احنا عندنا في مصر يقول لك ايه، انت فرحان على ايه؟ ايوه، والضحك من غير سبب عندنا في مصر ايه؟ قله ادب. دايما انا قليل ادب. بالظبط، يعني انا شخصيه قله الادب. في حاجات كتير جدا قله ادب، لو كان الضحك منها من ضمنها اوكي. لا ده اللي طلع المثل ده انسان تعبان في نفسه. هو بص، هو كان عايز يقول حاجه بس احنا خدناها، ما كان عايز يقول انك تقعد مع حد وتقعد تضحك من غير سبب، فانت اكيد قصدك تتريق عليه. لا خلاص كان يقولها كده. كان يقول المثل بالطول والعرض كده كنا نفهمه، بس يعني استغل غلط. يعني تبقى قاعد مع اهلك وبتضحك، على فكره ده كمان غير سبب اللي اتقدم. طب انا عايز اضحك. يعني انا حاسس ان انا يعني متضايق شويه فبتصنع الضحك شويه وهجيب بعضه يعني. فحب زي ما انت عايز، ادي 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 مشاعرك انك تحب، لكن ما تقعدش تقول لنفسك ايه انا مش هعرف اعيش من غير كذا، او حياتي هتبقى احسن لما فلان يبقى جنبي. لا على فكره انت هتعرف تعيش لوحدك، لانك انت ربنا خلقك كده، خلقك تعرف تنجح لوحدك وتعرف تعيش لوحدك وتعرف تتبسط لوحدك. ممكن ده يزيد ويقل مع الناس، لكن ما تربطش سعادتك بحاجه. نوسب وما تعلقش. نوسب بتقول حياتي بقت اسوأ لما وقفت الكورس بتاع الانجليش. وقفتي ليه بالظبط؟
مشكلة بس في نوسة تحديدا، يعني انا الواحد عشان عارف المعلمين عندها في البيت في شدة في حاجات معينة وحاجات مش منطقية، فوارد جدا يكون الوالد قال لها مش هتكملي. الموقف حاجة زي كده سواء نوسة او غيرها. طيب خلينا كده نقطة الانجليزي. على فكرة من اكتر الحاجات، ودي دراسات بتعلم الناس اللغة مش الكورسات، اكتر حاجة بتعلم الناس اللغة هي السمع الكتير. فبص يا نوسة تعملي كده، تطلعي فيلم واحد الاول تقعدي فيه اسبوع تشوفيه كل يوم مرة او اتنين، الفيلم ده يكون لا 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 متابع. واحدة بقى واحدة عشان الموضوع ده مهم، ده للناس اللي عايزة تعلم اي لغة، الكونفرزيشن والكله. تعمل ايه؟ تطلع فيلم بتحبه بس يكون مترجم، وتتفرج عليه كل يوم مرتين. اول يوم هتتفرج عليه وعينك على الترجمة وودنك مع الكلام، خلاص انت عرفت القصة وحفظت تقريبا الاحداث حاصل فيها ايه. تبدأ من تاني يوم ما تقراش الكلام وودنك مع ما تقراش كلام الترجمة، اشيل الترجمة شوفه مش مترجم، شيلها او شوفه مش ممكن، ممكن شوفه مش مترجم، وابدأ اتفرج عليه كل يوم مرتين وودنك مع الكلام. بعد اسبوع هتلاقي نفسك حفظت تعبيرات بسمع الفيلم بالظبط كده. انقل على الفيلم تاني واعمل فيه نفس الكلام، وبعدين انقل على الفيلم تالت، وبعدين لو بتسمع اغنيه، اي اغنيه بتسمعيها يا نوسه ما تسمعيهاش كده، ما تقوليش انا مش فاهمه الكلام، خشي على جوجل واكتبي ايه هي كلمات الاغنيه، وانت بتسمعيها خلي عينك على الكلمات عشان ودنك تشتغل وعينك تشتغل. هتلاقي نفسك تجيب الكلمات ترجمتها ولا تجيب الليركس بتاعت الاغنيه؟ لا، الكلمات اللي هي من غير ترجمه. يعني هتقراها انجليش، كلمات الاغنيه مكتوبه قدامها بالظبط، مكتوبه قدامها وبتسمع عشان تعود ان ودنها تشتغل وعينيها تشتغل. لو قعدنا نعمل كده احنا بعد 6-7 شهور ممكن جدا ما نحتاج ناخد كورسات، لان هنتعلم اكسنت وهنتعلم جمل وهنتعلم توظيفها وهنتعلم كل حاجه. بس يبقى عندنا كل فيلم بنقعد معاه اسبوع مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، كانه دواء. خديه كده يا نوسه، هتلاقي طيب نفسك بعد اسبوع الدنيا اختلفت. مده قد ايه ان انا يعني لا، السؤال الاول، هل الافلام كافية ان اخرج وابقى بني ادم بعرف اتكلم انجليش الى حد ما كويس؟ الافلام ممكن تساعدنا، الافلام والاغاني ممكن تساعدنا بشكل كبير جدا. هنخلصهم نخش على الاخبار، افتح قنوات اخبارية بالانجليزي وشغلها، بي بي سي، افتح سي ان ان، افتح القنوات دي وابدأ ركز مع الكلام. النقطة دي حقيقية شوية فعلا شوية. يعني انا فترة بحكم شغلي كنا بنشغل سي ان ان والحاجات دي، فكنت كل شوية اسمع كلمة جديدة فروح ادور الكلمة دي ايه، طب مش عارف ايه، او نطق غير اللي انا عارفه. انت عارف الامريكان والبريتش دايما في ازمة في النطق، يعني والبريتش يعني مش يعني افضل. انا يعني الامريكان مش عارف، لو هتحسه عامي شوية يعني بالظبط، فانا بحس البريتش يعني اكاديمي اكتر يعني. فكنت اسمع الكلمة واروح اشوف طب النطق الصح ايه، والموضوع زاد اكتر بالممارسة ان انا اتعاملت مع ناس اجانب بالظبط كده، فاضطريت ان انا اذاكر عشان افهمهم بالزبط. واسمعهم كتير واذاكرهم هم شخصيا بالظبط كده. يبقى احنا هنقول حاجتين بس، في حاجه ثالثه، الافلام والاغاني، نمره اتنين الاخبار، لان الاخبار بتتكلم عن احداث وغالبا الاحداث بكون عارفها وبكون عارف الشخصيات اللي قدامي اللي بتحصل فببقى عارفها. ثالث حاجه مهمه قوي بقى، فكر بالانجليزي. عارف الفيلم بتاع بيفكر بالصيني؟ لا بيفكر بالصيني. انت بقى فكر بالانجليزي، يعني انت مثلا دلوقتي هتقوم من هتقومي من اوضتك تروحي مثلا تشربي ميه، قولي لنفسك كده انا هقوم من، قولي لنفسك جواك انا هقوم دلوقتي اروح اشرب ميه عشان انا عطشان. تقولها بالانجلش جوه نفسها، تبدا تفكر، تعود نفسها ان كل المواقف اللي بتمر عليها يومها توصفه لنفسها باللغه اللي هي عايزاها، بالانجليزي او حتى باي لغه تانية اي حد بيسمعنا. دول اكتر ثلاث حاجات هيعلموها اللغه من غير ما تروح كورسات، ومتجربه على فكره. يا جماعة دكتور محمد يقول كلام مهم جدا الحقيقة، ياريت تركزوا ونحاول ننفذه كلنا طبعا. بدأت أتعود على مشاكل أبويا وأمي ومش زي زمان لما كانوا بيتخانقوا ولا كأني شايفة. حلو، كملي وابدأ اعملي، اعزلي نفسك نفسيا، عيشي معهم في المكان. لكن بتقول بقوم اكل بقوم اكل واسمع مزيكا، اعملي حاجه. انت عندك حاجه في حياتك مضايقاكي، مش كل زي بالظبط اللي ساكن في مكان فيه مشكله، مش كل ما تنزل تبص على المشكله دي. يعني خلينا، انا ساكن في مكان وقدامي مثلا خرابه، كل ما انزل لازم ابص على الخرابه؟ ما تبصش يا سيدي خلاص. انت عندك مشكله، عندك توتر طول الوقت في البيت، اعزلي نفسك ولو تدريجيا، اعملي لنفسك حاجات في البيت تعزلك عنهم وتفصلك معهم. مش عارف اسلام كاتب لنا، يعني مش عارف ده ليه علاقه بالموضوع، بيقول do not explain people only hear what they wanna hear. يعني هو تقريبا لقى الهاشتاج ترند فدخلت كتب الجمله دي، عمال ابص لها واجيبها يمين شمال بس. تمام اوكي، نعمل له لايك. تمام يا سولو. شكرا جدا يا دكتور نوسه، بترد على حضرتك انا هعمل بكلامك، وشكرا ليكو. لا يا نوسه انا تحت امرك، انت معلمه واختنا وكلنا عيله كبيره. الطبخ خلاني افرح بصراحه، هو كتير انت الطبخ كلنا عارف. بصي لو تشوف اصور لك وش
صور وشه دلوقتي وابعته لك اول ما قلت الطبخ خلاني افرح وهو صور وش الحقيقه برضو انت يا منى والله العظيم اه ربنا يسعدك يعني واحنا ممكن نفرح معاكي بس بعد الطبخ سيره الاكل حلوه دايما والله تقول لك الطبخ خلاني افرح بيخليني افرح وبيقلب مودي ودلوقتي عماله انمنم في ساندوتش في ساندوتش جامد ممكن اقول لكم المقادير كمان ليه سيره الاكل مبهجه انت عارف ان من الحاجات اللي بتضيع الاسترس الطبيخ اي حاجه بص اي حاجه في حتى في علم النفس حاجه اسمها علاج السلوكي علاج السلوكي انك لما بتشغل نفسك يدويا في اي حاجه وده اوتوماتيك طالما شغلت ايديك في حاجه ذهنك بيتشغل وطالما شغلت ذهنك في طبيخ في رسم في كروشيه في حاجه اللي بيحصل ان اوتوماتيك مخك بيفضى لانه بيتشغل في حاجه فبيطلع تركيزك من اي حاجه تانية مضايقاه وبيروح للحاجه دي عشان كده الناس اللي بتطبخ كتير ودي نصيحه لكل الناس بتعرف تطبخ تطبخ بيركزوا في الطبيخ فبيطلعوا من الاسترس فبيبقى مزاجهم احسن اللي بيعمل كروشيه عشان كده برضو دي من ضمن مميزات الهوايات انك في الهوايه بتستخدم ايديك بتستخدم رجليك لو بتلعب كوره فاوتوماتيك مخك بيتشغل باللي انت بتعمله فبتطلع من الاسترس ليه سيره نرجع نفس السؤال ليه سيره الاكل عموما بتظبط المود حتى لو انت مش جعان بس الكلام عنه هتيجي اكل ومش عارف ايه وممكن اقوم اعمل دلوقتي اكله فانت تسمع فتلاقيك بتلاقي اراديا بتبتسم عموما الاكل الشق الاولاني قلنا الشق الثاني طبعا نعمه من الحاجات الحلوه اللي بنحبها في حياتنا وخصوصا احنا شعب اخويا برضو اكيل احنا بنحب الاكل يعني مش 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 فرنسويين يعني سيبك موجه الهيلثي فود والكلام الفاضي ده احنا شعب اورجانيك الكلام ده ما يعني مش احنا يا جماعه خالص عايزين نعيش العيشه الصح بقى حسام بيقول انا داخل ثالثة ثانوي وكل الناس ما شاء الله عمالة تحبط فيا بس الكلام بيدخل من هنا ويخرج من هنا برافو طه دلهاب المعلمين بيقول لسه مش قادر اخد القرار اللي يغير حياتي حاسس ان انا متكتف ومش قادر اتحرك انت عارف انت متكتف في ايه في دماغك اللي بتكتف كتف في دماغه واذا عايز تعمل اي نجاح في حياتك لازم تنتصر الاول على نفسك لازم تنتصر على احباطك لازم تنتصر على الصوت اللي جواك اللي بيقولك مش هتقدر او الصوت اللي جواك اللي بيقولك مهما حاولت مش هتعرف دي اول خطوه اذا قدرت تنتصر على نفسك في امل كبير جدا انك تنتصر على الحياه وانك توقف الدنيا عند حدها وما تسيبش المشاكل تاخد من عمرك اسامه شاعر المعلمين بعت شعر بس هو بعته عندي فسامحني يا اسامه مش هينفع اقراه يعني انا هخلي الدكتور يشوفه بس يعني سامحني مش هينفع يتقرا يعني لولا بتقول الرقص قالت لك الرقص بيخلينا فوق خالص فوقي اختي فوقي رد رد عليه رد عليه يعني كاتبه لك الرقص بيخلي الابداعات وبيغير المود وبيخلينا نتغير للاحسن طب افرضي فرضا انت في المدرسه والمود مش تمام او في الكليه والمود مش تمام او في الشارع في الاوتوبيس والمود مش تمام هنعمل ايه بقى يعني معلش يعني هنمسك نفسنا لغايه ما نروح البيت رقص ايقاعي ما تفهمش على فكره الرقص فعلا بيطلع الاسترس لان هو بيشغل البال وبيحرك الجسم وبيعمل احنا بنسميه الاكتنج اوت اللي هو التفريغ النفسي عن الطاقه زي الرياضه على فكره هو يعني بيتصنف كده في الاسترس انا سخنه اقفلوا الاوضه وهشغل لكم شيك شك شوك دلوقتي على فكره بيخسس كمان غير كده ان هو بيحسن المود بيخسس وجوع ويقوم ياكله تاني وبعد كده يطلع على عينينا احلى بقى دكتور محمد انت شرفتنا ربنا يخليك يعني اكيد كلنا خرجنا كده بكذا كذا حاجه حلوه بس انا حابب حضرتك اللي تختم لينا بالمورال بالحاجه الكويسه يعني من حلقتنا النهارده المورال ان الدنيا فيها مشاكل فيها مطبات طبيعي جدا انك تاخد بوكس في الحياه اهم حاجه لما تاخد بوكس اعمل ثلاث حاجات اول حاجه اعترف لنفسك انك خدت بوكس عشان تعرف تتعامل معاه طول ما انت بتنكر انت مش هتعرف تتعامل معاه الحاجة التانية اعرف حجم البوكس ده كان قد ايه استفدت منه قد ايه وخسرت منه قد ايه الحاجة التالتة قوم بسرعة لو وقعت نفض هدومك واجري انت في سباق وانت تقدر تنجح وهتاخد بوكسات كتير وانا هاخد بوكسات كتير لكن الشاطر مش اللي ما بياخدش بوكسات الشاطر اللي بيقوم بعد البوكس ويكمل حياته وعنده اصرار ان حياته تبقى احسن انت تقدر بطلة قصتنا النهاردة عندها كان مشاكل عائلية مشاكل مادية مشاكل صحية جالها امراض كتير جدا نفسية وعصبية بسبب المشاكل اللي نشأت فيها لكن رمت ده كل ورا ظهرها وقامت وكملت ولما قامت وكملت وقعت تاني وقامت تاني الحياة كده ماتش هتكسب فيه طول ما انت مقرر انك تكسب ولو سمحت ارجوك اتأكد دايما انك عايش صح وبتعمل كل حاجة في حياتك صح وخليك فاكر ان دايما في طريق احسن تعمل بيه كل حاجة في حياتك ارجوك اوعى تبطل تدور عليه
دكتور محمد يعني كل التحية لحضرتك وكل التقدير ويعني شرفتنا، ولكن احنا حابين لو في وسيلة تواصل مع المعلمين دايركت مع حضرتك فيسبوك او تويتر يعني الاكاونت بتاعت حضرتك تقول لها. طيب اكتبها لك ونعملها بوست ولا اقولها؟ هاخدها ونعملها بوست، بس يا ريت حضرتك يعني هم المعلمين هيجيبوها. طيب اوكي، الصفحة الرئيسية دكتور محمد حسين خبير التنمية الإدارية والشخصية بالعربي، خبير التنمية البشرية والإدارية بالعربي. بالعربي نقوله تاني، دكتور محمد حسين خبير التنمية البشرية والإدارية. أوكي. دي صفحة الرسمية والأصلية، وفي بقى الأكاونت بتاعي محمد حسين ممكن نقوله يعني انا مشاير من الصفحه، فهتلاقوني مشاير. احنا هناخد اللينكس بتاعتها وننزلها. حلو جدا، وان شاء الله نتواصل، وان شاء الله اسمع عنكم دايما ان انتم بقيتوا معلمين جدا. دكتور محمد حسين استاذ الاداره بجامعه لندن، كل التحيه ليك وشرفتنا وكالعاده افدتنا. اشكرك يا حبيبي. خليكم معانا معلمين دقائق ونبدا الجزء الاخير من حلقه النهارده. والنهارده ملفات سريه، ملف هام جدا اسمه من داخل المشرحه. الله. هنحط اغنيه كده على ما تلحق تنزل العربيه وتستمتع بالمشرحه. حجري قول للراجل صاحبك اللي قالك بيخاف ده بعت لك رساله والله بيقول لك حرام عليك. اقول له حبيبي حبيبي لسه شفت حاجه اعرف اسمه بالكامل واعمله بطل قصه، بس اصبر عليا.